خصوص التوصيات التي صدرت عن أعضاء مجلس الأمة، احنا ما عندنا شك بأن القيود سترفع، ومن أول يوم الذي اعتصمنا فيه هني وإحنا ما عندنا شك 1%، وهذا التاريخ يشهد. عندما تنتفض الشعوب يجب أن تنال حريتها، والتوصيات هذه ستكون ملزمة وسترفع القيود. أولها احنا من شغلة شهر تقريبا بينت ويانا واتضحت الرؤية بالمحاكم الأمريكية اللي رفضت قرار بايدن التطعيم الإجباري في فرنسا، سقط القانون، وذكرنا هذه كل الأمور وبدأت تتكشف شوي شوي. الغريب في الأمر اللي احنا انتبهنا له أن الحكومة كانت رافضة حضور جلسة يوم الأحد واعتذرت عن الحضور وطلبت تأجيلها، ولما رفض النواب ما حضرت. بعدها بيومين الحكومة توافق على حضور جلسة يوم الأربعاء وتخصص ساعتين. ما الذي جرى في هذا اليومين؟ من الذي أرسل التعليمات؟ من الذي قال يبقى اجتمعوا وأنهوا القيود؟ وهذا اللي قلت لك عليه، سترفع القيود كما أتت الأوامر من الخارج بالتطعيم والحظر الكلي والحظر الجزئي واللي انطبق على العالم كله، ونحن لا نستطيع أن نخرج من هذه المنظومة. احنا في هذه العالم كله يدور في فلك واحد، ومثل ما بدت الاشتراطات والتطعيم والإجبار كله ارتفع أيضا كله في انتفاضة الشعوب التي صارت من كندا إلى فرنسا إلى إيطاليا إلى إسبانيا وإلى ساحة الأحرار هني، وصمود ربعنا وأصدقائنا وجماعتنا وأصرارهم على النيل أن ينالون حريتهم. الله يعطيكم العافية ومشكورين.